بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على كل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على أو ما كان عدوا لجبريل وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أولا وكلما عاهدوا أهدا فلن يخلف الله أهدا نبذ فريقا منهم بل أكثرهم ما يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءه وهو الحق مصدقا لما أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.